السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة 12 Minute. هذا المقطع الثاني أو الجزء الثاني من اللعبة، ولكن في هذا الجزء ما راح يعني أعيد السيناريو كامل، بعطيكم أوسخ نهاية في هذه اللعبة أو أجبن أخبث أوسخ جميع الكلمات اللي تيجي في بالك. في نهايات كثيرة مثل ما تعرفون، هذه اللعبة لها عمق مش طبيعي، يعني كل حركة ممكن تسويها راح توديك لنهاية مختلفة عن نهايتي. فعليا كل شيء تختاره، كل شيء تسويه يأثر في اللعبة، والله يا جماعة شيء أسطوري. ولكن أول شيء قبل أنسى، شكرا للدعم، 4 مشاهدين على هذا المقطع، ولكن 4 مشاهدين هذا يعنون لي كثير، خصوصا الشخصين اللي كتبوا لي كومنت، هنتر وسامة. آسف أنا قلت 2، ليش 3؟ روقان، أنا آسف نسيت. الله يعطيكم العافية، وتستاهلوا أني أنزل مقطع خاص لعيونكم، ولو واحد فيكم بس اللي كتب الكومنت والله لا أنزل المقطع. فشكرا لكم على الدعم، وهذا المقطع هدية لكم. في شغلة مهمة قبل أرويكم هذه النهاية، في نهاية المقطع الأخير مثل ما شفتوا دخلت الغرفة ومسكت تلفونه، انتبهت لشغلة مهمة في قصة اللعبة، أن في رسالة من بنته. هذه الرسالة كانت تبين أن الرجال هذا عنده بنت مصابة بالسرطان. يعني باختصار عنده هدفين، الهدف الأول أنه يأخذ الساعة ويبيعها ويعالج بنته، الهدف الثاني أنه ينتقم لصاحبه. من هو صاحبه؟ اللي هو أب زوجتي، اللي يعتقد أن زوجتي هي اللي قتلت أبوها. فالنهايات الثانية كلها تتعلق بهذه القضية، وليش ويطلع بعدين في النهاية أخوها اللي قتل، مش أخوها، في أخ ما كانوا يعرفون. سالفة معقدة يا أخوان في هذه اللعبة بشكل والله ما تتصورونه، وللأمانة خدت 3 ساعات حاولت أختمها بالطرق المختلفة، وكل ساعة يعني أطيح في مأساة. لكن هذه النهاية اللي راح أرويكم إياها من أبشع وأوسخ ما رأيت، ونقول بسم الله. قبل يروح علي الوقت خلنا ناخذ الكاسة هذه والكاسة هذه بحيث أنها ما تشرب ماي، لأن نحتاج أن ننومها. حلو حلو، وناخذ السكينة هذه بحيث أنها نفتح، ممكن تفتح الفنتليشن هذا. شوف الحين بتروح بتدور الجلاسز، صبر شوي عندي طبخة. بنحط شو اسمه هذا، وبناخذ الساعة عشان ما ننسى بالمرة. مش بس بالسكين، تقدر بالمفتاح اللي يكون معك. طيب الحين راح نعبي، نحط الحبوب في الكوب ونعبي الكوب ماي. طيب والحين نطلع نومها. كل اللي عليك تسوي انك تنومها اول شيء، وتاخذ الساعة معك وتزبن، بس هذا اللي عليك. لا دقيقة، قبل لا تزبن لازم انك تعرف ان هذا السويتش المرة الاولى كهربته خفيفة، شوف شورت خفيف، المرة الثانية يطيح الواحد، فلذلك احنا بنجهزه للمرة الثانية ونروح نزبن. الحين بتيجي تقولي بروح انام، اوكي توكل على الله. الحين احنا ندخل مكاننا ونزبن. كل اللي عليك تسوي انك تنتظره يدخل ويتكهرب. هذا هو الشيخ وصل. Anyone home؟ ما احد في البيت، ما احد في البيت. Hello police come on out. انت تفضل ادخل، ما احد بيطلع عليك، انت ادخل اخلص علينا. الجوتي حلو بالمناسبة. يلا 3 2 1. حلو حلو، يخرب بيت وزنه تسمع الصوت. طيب الحين يا اخوان بندخل الغرفة، بناخذ منه شيء واحد بس، لازم ناخذ منه شيء واحد بس، اذا اخذنا اي شيء ثاني من اغراضه رحنا فيها. ناخذ الهاند كف ونربطه، نخلي معاه التلفون، نخلي معاه السكين، نخلي معاه المسدس، بس نربطه. الحين اول ما يقوم نقول له احنا بريئين يا طيب، وان الحين عرفنا القصة كلها واعرف انت ايش ناوي تسوي، لكن انا ما يخصني في الموضوع هذا كله يا اخوي.
Listen, I get it. This is a lot. I can help you. Okay, يقول لي أنا بساعدك. بس لازم أنا نشتغل مع بعض. وتسمع كلامي. Okay. تسمع كلامه. I will do whatever you want. Smart. تسوي اللي تبغاه. Slowly. Don't do anything stupid. Okay. يقول لك أنا بوقف ولا تسوي أي شيء غبي. طيب. طبعا معها السكين تخليه عشان يقدر يقص اللي بيده. You know where the watch is. تعرف وين الساعة؟ I know where it is. I can get it. All right, get it. Be smart now. Oh, okay. ثواني. أنا ما أخذت الساعة يا إخوان. Bring me the watch. نعطيه الساعة. Here. Good. Thank you. جميل جدا. Listen carefully. I need a few minutes in the bedroom with her. Alone. Go sit on the couch and stay there until I come back. يقول أنا أحتاج دقيقتين مع زوجتك في الغرفة. لو تسمح أنك تجلس برا. زين؟ زي المحترم. زي الكلب. وبجيك. خلصت الثواني اللي يحتاجها داخل قتلها وطلع. هذا حل لعبة يا اخوان. تخيل ايش كثر يحتاج وقت. يحتاج تليفون. يريد تليفون. اوكي. Bring me the phone. هذا تليفوني. اوكي. Here. طيب. شوف الخبير. Here's what's going to happen. Okay. I'm going to dial 911. بيتصل على الشرطة. You're going to tell them. ولازم تقول لهم انك توك وصلت من الدوام. وشفت زوجتك ميتة. انتحرت. I don't go off topic. And don't talk about anything else. ولا تكلم عن أي شيء ثاني. Clear. ليش حط التليفون في جيبه أول شيء؟ Emergency services. Okay. My wife. سوي نفس يبكي. She shot herself. Sending an ambulance right now. Is she still breathing? I just got home from work and. ما زالت تتنفس؟ Sir, I can talk you through emergency first aid. No, she's dead. All right, a unit will be there in 15 minutes. Stay where you are. من هذا ما شفت. يعني تبيعها. You're lucky. You get a second chance. إليك الفرصة الثانية في حياتك. وتوكل على الله. هذا هو الحل الأول يا إخوان بكل اختصار. سكر الباب ولا تقدر تخليه مفتوح وتنتظر الشرطة. أقبح من كذا نهاية في هذا اللعبة ما شفته.